76 ساعة و30 دقيقة هي المدة التي استغرقها السباح نشيب الهادي لقطع 120 كيلومتر سباحة دون انقطاع بين صفاقس وجزيرة جربة، محطما بذلك رقما قياسيا عالميا سابقا. انتزعت المركز الأول، الرقم القياسي العالمي في أطول المسافة في البحر تتقاس بالسوايع في نادي هذايا الخوارق متاع السباحين، 24 ساعة ما فوق.